الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. السلام عليكم. اللي بجيت باش نصوت وفرحانة، عجبني الاستقبال، استقبلونا مزيان وطلعت وصوت، وبغيت ان شاء الله يكون شي شانجمون في هاد البلاد والحاجة تبدل ويولي كل شيء مزيان وهادشي اللي كاين. بالنسبه للناس اللي كيجيو يصوتوا؟ اييه كاين الناس، تبارك الله كاينين الناس. يعني ما كاينش شي ضغوطات في الاقسام؟ لا ما كاين لا ضغوطات لا والو، كلشي مزيان، استقبلونا مزيان، كلشي ضحك، كلشي نشط، حتى انا عجبني الحال. يعني الحمد لله دازت العمليه التصويت مزيان. وي مزيان بزاف عاد. ان شاء الله شنو كيظهر لك بلي واش غيكون شي تغيير؟ كيبان لي غادي يكون تغيير، حيت صوت بشحال هادي ما كانش داك الشيء بحال دابا. دابا بان لي غادي يكون ان شاء الله شي تغيير وغيكون تحسنات، وهذا الشيء اللي كنتمناه ان شاء الله. التصويت داز مزيان، ما كاين حتى اشكال، وكل ما يرقان. بخير وعلى خير، داز مزيانه. الحمد لله على كل حال. كنتمنوا الخير لبلادنا. وفي نظرك غيكون شي تحسن الكره؟ والله اعلم، المستقبل هو اللي غيعلم، ولا قبل هاد الكورونا هذا راه وقفات العالم، ما وقفتناش غير حنا. كنتسناو هاد الكورونا من الله راس العام يكملوا التلقيح، وراه غادي تحسن الامور ان شاء الله. المغرب راه غادي في واحد الاتجاه مزيان. صوت على الحزب اللي انا كان مقتنعه به بدون ضغوطات، بدون حتى شي حاجه، والحمد لله. انا دائما كنصوت، ملي عقلت راسي وانا كنصوت، لان هذا واجب وطني وخص كل واحد يؤدي الواجب، لان كنا مغاربه. واش كاين اقبال الناس كيجيو كيصوتوا؟ بيان سور كاين اقبال. انا فاش جيت كاين اقبال، لدرجه انا ملي كتدخل في المره الاولى ما كتقولش بان راه كاين اقبال، عاد اكتشفت بان كاين داكشي منظم، كاين اقسام كثار، يعني ماشي غادي تجيو تبقى شاد الصف، كاين ناس بزاف. كل واحد بالنمره ديالو، كل واحد، يعني واخا كاع كاينين الناس بزاف، كاين داكشي منظم، كاين منظم، يعني كل واحد عارف البلاصه ديالو كيمشي ليها، تيقضي غرضه، ما كاملش حتى ربع ساعه كيمشي يقضي غرضه ديالو، يعني خدمته او شنو كيدير. بالنسبه للامور ديال التنظيم دازت على احسن ما يرام، الكثافه ديال الصويت كانت. الملاحظ هو ان كاين تحسن على مستوى التنظيم بالنسبه للتشريعات اللي فاتت، كان تحسن كلاحظتوا، وتم على مستوى تم صناديق الاقتراع باتليه جديده، هذه ملاحظه شخصيه. بالنسبه للناس التنظيم كان على المستوى، بالنسبه للاقتراع كان في المتوسط، بحكم انني ابن المنطقه كيظهر لي بان على حسب المعروف عندنا ان الكثافه ديال التصويت كتكون عندنا من 5 د العشيه حتى 7، بحكم الناس كيخرجوا من العمل كيجيو لهنا كيبداو العمليه ديال الاقتراع. هادشي اللي بان لي في الاقتراع ديال 2021. انا اليوم جيت ننتخب على الحزب ديالي، وكنتمنى الشباب كلهم يجيو يعطوا الصوت ديالهم باش هكا البلاد من هنا لقدام تكون بخير وتكون مزيانه ونعطوها في يد امينه. شكرا. بالنسبه خويا للتصويت، الحمد لله صوتنا اليوم، والتصويت داز في حاله مزيانه، وحنا كنطلبوا من هاد الناس اللي ترشحنا عليهم الحمد لله خصهم يخدموا لنا البلاد ويقابلوا شويه المواطنين. وكنتمناو من هاد الاحزاب اللي غيطلعوا ان شاء الله، الشباب والشابات يحاولوا يشوفوا هاد البلاد ويقادوا شي شويه ويشوفوا حق المواطنين. هادشي اللي كنطلبوا منهم، ما كنطلبوا منهم لا يعطيونا لا والو. هادشي اللي كنطلبوا منهم، غير يقادوا شي شويه البلاد وراقبوا شي شويه وخدموا البلاد وصافي. واش كانت اجواء زوينه بالنسبه للناس؟ بالنسبه خويا الاجواء الحمد لله كانت زوينه، وكل شيء غادي في زعما في التعقيم، الكمامات، الحمد لله داك الشيء داز في البلاد ديالنا زوين، والحمد لله حنا المغاربه معروفين بهذا الشيء هذا خويا، هذا فهمتيني؟ المغاربه الحمد لله معروفين بهذا الشيء بالنظام، الحمد لله كل شيء داز في امان الله وحفظه، الحمد لله المواطن ولا المواطنات الحمد لله كل شيء توجه للانتخابات، كل شيء مشى ينتخب، فهمتيني اخويا؟ الحمد لله كل شيء داز في امان الله وحفظه، كل شيء داز مزيان الحمد لله. الوطنية بريس تنقل لكم الحدث بالصوت والصوره.